يفتتح معبر مدينة جرابلس أبوابه مجددا أمام الراغبين بقضاء إجازة عيد الأضحى في الأراضي السورية. يفتتح المعبر بعد أن توقف عن العمل بإجازات العيد لمدة عام تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا. يتزامن افتتاح معبر جرابلس مع افتتاح معابر أخرى في الشمال السوري، معبر تل أبيض في مدينة تل أبيض، ومعبر باب الهوى في مدينة إدلب، ومعبر باب السلامة في مدينة إعزاز. طبعا بداية قامت الفرقة الأولى مشكورة بتأمين آليات لنقل الإخوة الزائرين من معبر جرابلس وصولا إلى كراج مدينة جرابلس، وذلك بشكل مجاني تفاديا للازدحام الحاصل على المعبر. قمنا أيضا بتنظيم عبور الإخوة الزائرين وذلك للمحافظة على قواعد السلامة والتباعد الاجتماعي تفاديا لحالات العدوى من مرض كورونا. طبعا العدد الكامل الواجب دخوله من معبر جرابلس يبلغ 22 ألف مواطن، وهذا العدد اكتل. هناك مشاورات مع الجانب التركي لإمكانية زيادة العدد، وحاليا حتى اللحظة لم يأتينا جواب. يبدأ دخول الإخوة المواطنين من تاريخ 5/7 وحتى 18/7. طبعا تاريخ الدخول إلى الأراضي التركية تاريخ العودة يبدأ من 26/7 وحتى 31/12 لعام 2021. نحن نقطتنا متواجدة هون على معبر جرابلس، نقوم بفحص الوافدين من الداخل التركي إلى الداخل السوري. نقطتنا متواجدة هون من مع بداية انتشار هذا المرض، واليوم بلشوا الوافدين اللي أخذين إجازة في عيد الأضحى عم نقوم بفحصهم، وطبعا اللي يطلع حالات مشتبهة ننقل على مشفى جرابلس ونثقف العالم بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالكمامة مشان نحد من انتشار هذا المرض، اللي بين الله ما يفرج علينا ونخلص من هذا المرض إن شاء الله.